وللحديث عن آخر تطورات الوضع في الشمال السوري معنا من اسطنبول صالح فاضل الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثورة السورية. سيد صالح مرحبا بكم. نبدأ الحديث عن هدنة في إدلب وحماة لمدة 72 ساعة. بداية، من الذي سيشرف على هذه الهدنة وما الضامن لقاء ذلك؟ حقيقة الأمر، روسيا كالنظام المجرم لم يكن لهما في يوم من الأيام عهد ولا ذمة. نعم. وجربنا نحن نتائج أستانا في الضامن التركي من جانب الثوار السوريين ومن جانب النظام روسيا. لم يلتزم الروس كضامنين بلجم النظام، بل شاركوا النظام نفسه في عملياتهم الإجرامية ضد شعبنا في إدلب. وبالتالي لا أظن إلا أن هذه مرحلة الحقيقة الدافع لهذا الطلب بلا شك، أنا أتوقع يعني وليس توقع حقيقة، الدافع لهذا الطلب بوقف إطلاق النار المؤقت بلا شك هو الحالة النفسية المتردية لجنود النظام المجرم بسبب أعداد القتلى الكبيرة جدا في الأيام القليلة الماضية. كان هناك قتلى كبير جدا وحتى من حزب الله، وبالتالي اليوم وردني الخبر من جنوب من الضاحيه الجنوبيه في بيروت ان الميليشيات حزب الله تسب كثيرا الفيلق الخامس والجيش السوري وتصفه بانه جيش جبان بسبب كثره القتلى الذين اتوا الى لبنان من الساحه السوريه. هناك ايضا تذمر في الحاضنه الشعبيه للنظام في منطقة طرطوس واللاذقية، وكلنا شاهدنا على الفيديو الشاحنات كيف تشحن مئات القتلى النظام. لذلك هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة، ونعلم جميعا أن روسيا أعطت أمر للفيلق الخامس ولقوات سهيل الحسن التابعة لروسيا اليوم وليس للنظام، وانسحبوا باتجاه جبهة الساحل، وبقيت الفرقة الرابعة والقوات الإيرانية في منطقة إدلب. يبدو أن هناك تخطيطا جديدا، هناك مشكلات جديدة ستكشف عنها الأيام القليلة القادمة لماذا هذه الانسحابات. أيضا تسرب أن هناك هدنة ليلية فقط وصدرت أوامر، وسمعنا تسجيلات ضباط النظام على عبر الأجهزة اللاسلكية تقول أن القيادة أمرت بمنع القصف وخاصة الأسلحة الثقيلة في كل الليل. هذا ما وصلنا حتى اللحظة. طيب سيد صالح، في موضوع آخر ربما لا يبتعد كثيرا عن الوضع في سوريا، مصادر صحفية تحدثت عن استعدادات لقسد والتحالف الدولي لشن عملية ضد الميليشيات الإيرانية المتواجدة في محافظة دير الزور. ما مدى واقعية تلك الأنباء سيد صالح؟ حقيقة هذه الأخبار ممكن أن تكون واقعية بعد أن فقدت قسد جزء من حاضنتها الشعبية، وأيضا الإيرانيين وألاعيبهم في حفظ الحدود الإسرائيلية بالتوافق مع حزب الله. هذه الأعمال حقيقة تنظف سمعة إيران وتنظف سمعة قسد. بالأصل إيران وقسد معلم واحد لهم، معلم واحد بيحرك اللعبة كلها، وهم مترابطون مع بعضهم البعض. هناك بعض الأدوار تختلف، مناوشات، لكن الخطة الاستراتيجية واحدة والتآمر على الشعب السوري. قسد تريد أن ترسل رسالة للسوريين أننا ضد إيران، وإيران أيضا تريد أن ترسل رسالة لأطراف أخرى كتركيا وغيرها أننا ضد قسد. والحقيقة أن قسد وإيران وحزب الله كلهم وجهان لعملة واحدة. من اسطنبول صالح فاضل الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثورة السورية، شكرا جزيلا لكم.